يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي ورد في الحديث حديث الصحابي أنه كان يبتدئ بسورة الإخلاص ثم يقرأ سورة أخرى، هل يجوز أن أفتتح بسورة أخرى كسورة الناس مثلا ثم أقرأ بعدها سورة أخرى؟ ما ورد هذا، إنما ورد في سورة الإخلاص خاصة لأنها صفة الرب سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.